ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم جاكس جي، فيديو جديد فيديو تكون بزيك سيج. اسف يا جماعه، بقى لي 10 ايام 11 ما عملتش اي فيديوهات خالص، اسف بصراحه، وان شاء الله نقطعش تاني يعني ان شاء الله. كان في حاجه مهمه كنت عايز اقولها، ان انا غيرت حاجات في السيتنجز، سبيس هيكون هيزيد شويه، فلو زاد قولي رايكم. مش هسال عليكم، نخش ماتش زي ما متعودين ونبقى نرجع لكم بعد نخش ماتش. يلا بينا. هي انجل استراتيجي بتاعتنا نو اهت ده ايه السهولة دي؟ انا مفيش حد اسهل من كده ان انا اخش، مفيش حاجة اسهل من كده ان انا اخش، بس حتى بتاع ديفيوزر مجاش عليا. زيرو كيل، والله انا كنت عايز اقتل، كنت عايز اقتله عشان اخد انا الكيل بس. تمام، ايزي وان. انا عايز ارميها. دي بقى هي امان الوحيد. شت، ده انا بلعب نوبز قوي. ايه يا باك ده؟ ده نوبز جدا. جو تو ديفيوزر بسرعه. لا لا، ما هو مش بعد كل ده. يعني انا جبت 3 كيلز في 1 راوند بس ما كملتش على خير. جيت هما تحت، انا عايز اخلص الام في بي بصراحه. ميوت. ما انا كنت جوه، ما انا كنت جوه. حاسب حاسب. ماشي، عموما انا عارف انا هنزل منين ان شاء الله. زي بس نطلع بسرعه. هما كده كده نوبس، فتمام يعني مش شايف حاجة.
وما كانش في حد شايفني غير الزفت ده. على يمينك على يمينك على يمينك. لا ده كده عبط. شت يعني انا ما كنتش عارف اعمل ايه بصراحه. جامد جامد والله جامد. جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك جاي لك. تعمل ايه يخرب بيتك؟ كده كده خسرنا الجيم ده خلاص. هو انا اللي بعمله ده عبط. الله ايكو ايكو يا جماعه يعني ما خدتش اي كلاي هنا. شت قدمناش غير دي يعني احنا قعدنا نتجول. هو فين؟ شفته شفته. كنت لسه رايح له بس تمام. جامد تشانكا جامد. destroy top between sites. نبي اللي معنا ده غبي. what the fuck. لحقت يا ابني تموت. من تحت تمام. انا كان اس 1 كيلو عدي. فوق كنت انا كنت عايز اعمل ريفايف بس خلاص طالما ديفيوز ديفيوز. انا كان زي التاني بس تمام يعني. باقي عمل شغل عالي بصراحة.
وبس كده يا جماعه، نكون وصلنا 3 من يكون دي عجبكم، كده شكرا لكم في الفيديو، ان شاء الله سبقكم فريك الله يا جماعه فركش.